بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما فيما يتعلق موضوع النستنج للإيكوالايزر، الأمر ده وارد وبيحصل برضه، يعني حضرتك ممكن تدخل إيكوالايزر في إيكوالايزر ثاني إذا حضرتك كنت حابب، يعني حضرتك عايز تعمل بانل معينة في الإيكوالايزر ده وعايز التأثير يوصل برضه لبقية الأجزاء، فساعتها بقى حضرتك محتاج تفصل شوية، تمام؟ يعني محتاج تدي لكل مكان او تربطهم ببعض. في الاول كده في الايكولايزر المفروض تساويه بقيمه معينه، ولنفرض انا هسميه دايت بيرنت، هسميه بيرنت، تمام؟ انا هسميه اب، معلش هسميه اب، اوكي. الليفل الثاني المفروض ان في كل داتا ايكولايزر واتش تساوي الاب بتاعها، تمام؟ يعني دايت هيساوي، والمفروض انا هرجع بكنترول زد واضيفها على كل واحده فيهم، تمام؟ هدي لها بيساوي والتعريف بتاعها كده الدلاله. انا كده ما عملتش حاجه، انا ربطت كل واحده بالاب بتاعها، تمام؟ لو انا عملت كنترول اس وجيت اعمل ريفرش وريلود مش هلاقي ان في فرق حصل معايا، لكن انا استدعيت القصه دي ليه؟ لاني انا هركب ايكولايزرز في بعض، فبالتالي لازم ابقى عارف ان مين هيركب فوق مين بالظبط. متفقين؟ اوكي. انا ولنفرض هاخد الايكولايزر اللي على الناحيه الشمال ده، تمام؟ هو كده مربوط بالاب، متفقين؟ اوكي، هروح اعمل جوه منه ديفيجن جديد. الديف ده يا جماعه ما كمان هاخد الكلاس الخاص بالكول اوت، متفقين؟ اوكي. وبعدين هروح اديله داتا ايكولايزر الخاصيه اللي فوق، تمام؟ ده يا داتا ايكولايزر لوحده بقيمه مختلفه، تمام؟ ولنفرض انا هسميه صن، او خلينا نسميه داون، اوكي، تمام؟ يبقى ده في نفس اللحظه جزء من الاب، وفي نفس اللحظه جوه منه ديفيجن خاص بايكولايزر جديد، تمام؟ وجوه الايكولايزر الجديد ده انا ممكن انسخ الكلام ده، يعني بدل ما اكتبه ممكن انسخ الديفيجن ده في جنب، تمام؟ ونسخ الديفيجن ده خلينا نروح به تاب لجوه وكمان نجيب دي تاب. هروح اغير في الداتا ايكولايزر واتش، مش هتبقى اب، المفروض انها هتبقى داون، للدلاله على ان ده عباره عن جزء من ده. لو انا عملت كنترول اس وحاولت اروح اشوف اللي انا عملته الاقي اني اهو انا عندي اثنين ديفيجن، ادي واحد جزء من الثاني، لكن الثلاثه كلهم على مستوى واحد. الشاهد معايا، لو انا جيت في الداون ده رحت واخد الكلام ده بكوبي، وهو انا كده خلصت الديفيجن بتاع داون ده، قفلت الديفيجن دي بتاعت مين؟ اه دي بتاعت الديفيجن اللي جوه، انا اسف ما نطقش في الكود، تمام؟ والبي جزء منهم، يعني لو انا جيت واخدت من اول الديفيجن ده اللي هو جزء من داون، اخدت الكلام ده بكوبي وحاولت نكرره مره ثلاث مرات مثلا، كده بيجوا ثلاث مرات. لو انا عملت ريفريش الاقي ان الكونتنت بتاع دي ده البانل متكرر مره واثنين وثلاثه، ولا زال الايكوال هاي واخد ماشي على كل الحاجات حتى اللي ما فيهاش كونتنت. ده فيما يتعلق بجانب النستنج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.